اهلا بكم مشاهدينا، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرياضي سيبر هاتريك. في الحلقات السابقه اعطيناكم العديد من المعلومات سواء على فريق حسنيه اكادير، المنتخب المغربي، اولمبيك التيرا، واليوم غنمشيو للفريق الهواري شباب هواره. واش كنتي عارف ان فريق شباب هواره تاسس سنه 1963 من طرف عبد الغني اكشود اللي كيتعتبر الاب الروحي للفريق، ولكن الفريق ما انخرط في عصبة سوس حتى الموسم 65-66. واش كنتي عارف بلي المرحوم عبد الغني اكشود هو اول رئيس اللي ترأس شباب هواره، وذلك لمده 7 سنوات من سنه 1963 حتى 1971. واش كنتي عارف بلي اكبر فوز حقو فريق شباب هواره في قسم الثاني هوات كان في ماتش كونت مولوديه العيون، الماتش اللي سلب 8-0. واش كنتي عارف بلي اول مقابله لعبها الفريق الهواري في القسم الوطني الثاني كان ضد نهضه استطيع؟ واش خبارك بلي اكبر فوز حقو فريق شباب هواره في القسم الثاني نخبه كان في ماتش ضد هلال الناظور، الماتش اللي سلب 6-1. واش كنتي عارف بلي احسن هداف داز في تاريخ شباب هواره هو رشيد الرغيني الملقب بفتنه، واللي سجل 19 هدف في موسم واحد؟ واش خبارك بلي المدرب مبارك القداني هو المدرب اللي صعد معاه الفريق الهواري للقسم الثاني النخبه لاول مره في التاريخ؟ واش كنتي عارف بلي احسن مقابله لعبها الفريق الهواري في القسم الثاني واللي بقات محفوره في ذاكره الجمهور الهواري هي المقابله ضد الفتح الرباطي اللي تعبت في الرباط، واللي ربحها الفريق بهدف الصفر اللي كان بتوقيع اسماعيل الذهبي؟ مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم سيبر هاتريك. كنتمنى ان المعلومات اللي عطيناكم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير وتعطيونا الانديه اللي باغيين تشوفوهم معنا في حلقات الماجين. الى اللقاء.